هذا الموضوع مشاهدينا، هذا القرار قرار الحظر وماهيته، ينضم إلينا عبد العزيز العمري المحامي والمستشار القانوني. مساء الخير، أهلا بك معنا بنشرة التاسعة. نستفسر منك سيد عبد العزيز بداية، يعني ما هو خطر استخدام برنامج في بي أن بالسعودية اليوم، وهل هو قرار جديد، قرار الحظر هل هو جديد، ومتى سيبدأ العمل به؟ أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا لاستضافتكم. بالنسبة للعقوبات الواردة بشأن المخالفات المتحدث عنها أخيرا من استخدام برامج الفي بي إن، جرم هذا الفعل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا النظام صادر من أكثر من 10 سنوات وليس بالنظام الجديد، ولكن ربما عدم معرفة الأكثرية بدخول استخدام الفي بي إن في التجريم الخاص الوارد في النظام. طيب إذن يعني هو قرار صادر من 10 سنوات، لماذا الآن هذا التعميم؟ ربما هل التعميم هو جديد؟ وإذا ما تحدثنا عن العقوبة، يعني هي قاسية، تعتبر نتحدث عن قيمة 1,000,000 ريال وأيضا السجن، تفسر لنا أكثر؟ طيب، بالنسبة لتجريم الدخول غير المشروع، أنا أرى أن النظام ليس جديدا في ما يتعلق بذلك، لأنه بالرجوع إلى المادة الثالثة والمادة الخامسة وأيضا المادة السابعة، في كل مادة من هذه المواد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على الدخول غير المشروع، واختلف غرض الدخول. بالنسبة للمادة الثالثة تحدثت عن غرامة 500,000 وسجن مدة لا تزيد عن 100,000 ريال، والغرامة عفوا لا تزيد عن 500,000 أو الجمع بكلتا العقوبتين. أنا من وجهة نظري أنا أرى أن الغرامة ليست قاسية، والحقيقة أن استخدام مخفي الظهور أو الفي بي إن أو ما يجعل المتصفح غير معلوم وتستر للوصول إليه، هذه فيها أضرار متعدية، والعقوبات التي تتعدى أو المخالفات التي تتعدى إلى أضرار لآخرين، فلا بد أن تكون العقوبة فيها قاسية. ونجد في ذات النظام في المادة 10 على عكس باقي الأنظمة الجنائية أن المرتكب أو الذي يشرع في ارتكاب الجريمة يعاقب بنصف العقوبات الواردة في النظام حتى ولو لم يتمكن من ارتكاب الجريمة. هي كلها تصب يعني أو تكون بسبب استخدام هذا التطبيق في بي إن، وتحدثت عن أضرار، ما هي هذه الأضرار؟ كيف تفصلها لنا؟ جميل. الفقرة الثالثة تحدثت عن الدخول غير المشروع لغرض الابتزاز أو التهديد، وهذا ينطبق عليه العقوبة الواردة في المادة الثالثة من السجن بحد أقصى سنة وعقوبة تصل إلى 500,000. أما المادة الخامسة فكانت تتحدث عن الدخول غير المشروع لإلغاء البيانات أو حذف البيانات أو الوصول أو تعطيل أو مسح هذه البيانات، فهذه عقوبتها 3,000,000 ريال بحد أقصى والسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات أو بكلتا العقوبتين معا. أما المادة السابعة فتحدثت عن الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية أو نظام معلوماتي مباشر عن طريق شبكة المعلومات للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو الاقتصاد الوطني، وكان نص المادة للحصول حتى ولو لم يتحقق الحصول، فهنا تنطبق عليه الجريمة التي نص عليها النظام. نعم. فالناظر لهذا النظام يجد أن منظم النظام هذا شدد على الوصول، ولا شك أن برامج الفي بي إن هذه هي لإخفاء الشخص الذي يحاول الوصول أو لعدم إبراز هويته. وهي كما ذكرت. نشكر صحيح. لك هذه المشاركة معنا والإيضاحات عبد العزيز العمري المحامي والمستشار القانوني.